بالنسبة لبلند لم يستدعى. الآن جت وجهات نظر. يعني عماد يمكن عنده وجهة نظر ببلند، لكن وجهة نظر راضي تختلف. هذا لا يعني هناك تقاطع أبدا، لا يوجد تقاطع. هذا من يعني من السابق أن كان يعني بلند هو ممكن أن كان يستدعى، لكن لأنه يعني وجد منتخب الشباب لم يستدعى. الآن هو خارج المنتخب الشباب، قناعة السيد عماد محمد أنه هذا اللاعب لا يصلح الآن. من حقه. صح. في الجانب الآخر ممكن أن يستدعي راضي شنياشير، أو ممكن يستدعي قاساس. تمام؟ صح. فلا يوجد يعني تناحر على لاعب. فقط هو آراء. كل أنت تروح للنادي، أنا جايب مدرب، أنت لاعبين، مجموعة لاعب، أنت تروح ورايا تيجي تستلم الفريق. ما تقتنع بها. ما تقتنع باثنين ثلاثة تطلعهم. هذه منطقة يعني طبيعية.